السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي برنامج الأصايل، هذا البرنامج الذي يأتي لتغطية مهرجان قطر 11 للأصايل. اليوم كنا على موعد مع الحيل والعشائر والزمول في الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية، أشواط حظيت بالمنافسة وبالحضور وبالمشاركة الكبيرة. سوف نستعرض معكم هذه الأشواط من خلال مسار حلقتنا لهذا المساء، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. كما يسرني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، بداية مع أخوي مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري، حياك الله أبو عبد الله. مرحبا ومسهلا أبو ثامر. يا مرحبا، وكذلك الترحيب بضيفنا الكريم عيسى بن هادي بن سالم المنصوري، حياك الله يا ابو هادي. الله يحييك ويبقيك. يا مرحبا ومسهلا وسعيد بتواجدك. الله يحييك، وكذلك الترحيب باخوي سالم بن سعيد العويس، حياك الله يا سالم. الله يحييك. حياك الله يا ابو سعيد، سعيد بتواجدك. الله يحييكم ويبقيكم ان شاء الله. العام كنت معنا وهالسنه كنت معنا. سعدكم ووصلتكم هاي دايم ان شاء الله. يا مرحبا. دومك اليوم ان شاء الله. يا مرحبا يا ابو سعيد، وكذلك الترحيب باخونا وضيفنا الكريم عيسى بن راشد، عيسى بن مبارك الكويت المنصوري، حياك الله يا عيسى. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا. سعيد بتواجدك. وياكم. الله يحييك. إذن اليوم كان هناك منافسة مشاهدينا الكرام في ميدان الشحانية في مهرجان الأصايل، وبحضور أسماء الحقيقة كبيرة، أسماء من ضمنها يودة للعام الماضي أيضا حصلت على أحد الرموز، يمكن هذا رابع رمز في مع يودة يا نعم مسعيد. رابع رمز، رابع قلة يودة. تستاهلون تستاهلون. شلون شفت المهرجان أبو سعيد؟ والله المهرجان ما عليه كلام، مشرف وموفي ومكفي، نشكر كل من قام عليه وطول عمار الشيوخ، فرحوا الشعب وزادوا تلاد وزادوا قبل العام مجا تلاد كان السنة، الناس فرحان ومستانسة يا قلال. بالنسبة للبطاقة اللي ترصد مصيدة الروح فوز هذا، واللي طعمك فاز وتنومس أكيد، والأمور كلها طيبة على الأمطار والخير، الحمد لله رب العالمين، أفراح دائم إن شاء الله. علينا وعليك يا رب العالمين. أبو مبارك، شلون شفت المهرجان السنة؟ والله المهرجان طيب السنة، أهم شيء البطاقات على الإيداد، خدمتنا وخدمت أهل الحلال، والمهرجان طيب. ويعني يمكن السنة هذه كان في شيء جديد اللي هو توحيد اللجنة، لجنة التشبيه، وتوقع أن هذا عامل رئيسي الحقيقة في نجاح مثل هذه المهرجانات. والله هذا يعمل المهرجان وصالح حق مجلس التعاون، عشان الحين ما يقولون هاي بس هلا يعني من قطر، ولا الحين من هالإمارات ومن هالقطر. صحيح، هو كله هو يعني على التشبيه. نعم، يمكن يعني بحكم أن هالإمارات وهالقطر بالذات، بحكم أن دائما المهرجانات الكبيرة تكون متواجدة على أرضية سواء كان في الإمارات أو حتى كان في قطر، فلذلك تم توحيد اللجان بشكل واضح، وأتوقع أن هذا يخدم الجميع. والله تخدم الجميع، كل 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 راعي مطية، وكل راعي مطية مزاين، حتى في الرئيس وحتى في المزاين. الحمد لله. تخدم له، تخدم له الشريحة كاملة. أكيد. صحيح. أبو عبد الله، يمكن الفارق في العملية هو توحيد اللجان، وأتوقع أن أرضى يعني جميع الأطراف، بناء الحقيقة على آراء ضيوفنا الكرام اللي تواجدوا معنا في الاستديو خلال انطلاقتنا في هذه التغطية. الجميع الحقيقة يشيد بتوحيد هذه اللجنة، لجنة التشبيه، وأنا الحقيقة أتمنى وأتوقع الجميع كذلك يتم توحيد أيضا جميع اللجان، لجنة التحكيم وكذلك لجنة البرز. صحيح والله، بالنسبة للبطاقات هاي ريحت الناس، صح واجهنا ضغط في بداية المهرجان في الترصيص الخمس أيام الأولى، هي 10 أيام، 5 أيام قبل بداية المهرجان و5 أيام في أثناء المهرجان. نعم. نقول الله يعطيهم العافية ما قصروا، وإحنا ارتحنا، خذنا بطاقاتنا وثبتنا الحلال، والأمور طيبة، وإن شاء الله نتمنى جميع المهرجانات فيها تعاون، ونحل جميع إذا في سلبيات تنحل بالطريقة هذه. يعني الحمد لله مشكلة البطاقة حلت أزمة، فحتى دخول الحلال عند البوابة ترتاح الحين. ترتاح، ما يحتاج ما بدون تعب بدون شيء، حط الجهاز على رقبة المطية يطلع لك الرقم وسيده على طول، حتى المحكم يدخل سيده على طول، لو ولا نظامها كيف تدخل حلال تشبيه فرز، يعني شغلتين تشبيه وفرز. فرز نعم. اي تفرز لهم والتشبيه يدخل ويشوف، الحين لا، يدخل سيده المحكم سيده على طول دايركت، ويعزل اللي يبغيه ويحكم. هذا ليش انا اقول لك الوقت خلص من وقت يعني من بدري، هذا هو العمليه اللي كانت الايجابيه في المهرجان هذا، بالاضافه الأشواط الجديدة أضافوها، العشر مراكز سيارات، الأشواط الثلاث لأبناء القبائل بالنسبة للمولد المنتج،
هذا الدعم للمهرجان سوى لها زخم اعلامي كبير، لان اعداد المشاركين وصلوا فوق ال 17 18 مشارك، العام يتجاوزون 6 7 مشاركين، يعني يمكن اضافه 10 جمهور زياده، والزمالك يتوقع اكثر واكثر، لان هذا القرار طلع فجاه اللي هو القرار تدليب وبعد نعم القرار الجمل الجدول لما نزل ما كان الناس تجهز مطاياها، يعني تبي لها فتره، يعني تعمل التجهيز ما تبي شهر وشهرين، صحيح لا تبي لها مده طويله على اساس انه يكون المشارك يجهز بصوره مكتمله. نعم نعم، لكن الزمالك يتوقع انه في مشاركين راح يكون اكثر. نعم نعم، وهذا الدعم الله طول عمر شيوخنا يستاهلون. نعم، ولابناء شعبهم وانتم تستاهلون يا ابو عبد الله، تستاهل خير الحفاظ على مثل هذا الموروث، موروث الاباء والاجداد، اكيد انه يحتاج للدعم من الجميع، سواء كان من ملاك هذه الرياضه، من شيوخنا الله يطول اعمارهم. فلذلك اللي احنا قاعدين نشوفون المهرجان يتطور من سنه لسنه، وايضا كل مهرجان كل سلبياته تتلاشى السنه اللي بعدها، وهذا اللي نتمناه الحقيقه. عيسى حياك الله ابو مبارك، ايضا ابو هادي سعيد بتواجدك معنا. مهرجان شاركتوا فيه، كان لكم حضوركم وتميزكم ايضا، شلون شفت المهرجان بشكل عام؟ والله المهرجان ما عليه كلام، كتنظيم كترتيب، وخاصه لجنه التشبيه توحيدها يعني الامور الحمد لله تسهلت اكثر عن قبل. يعني احنا نقول هذا توحيد لجنه التشبيه، انتم تتمنون انتم كملاك هجن بالنسبه لي لجنة الفرز، بالنسبة للجنة التحكيم، أنه أيضا يتم توحيدها؟ نعم، بالعكس هذا يعني صالحنا إحنا من كل مجلس التعاون، كل يعني استعانوا خبرة التشبيه، خبرة التحكيم مشترك، أحسن شيء يفيد الملاك كلهم، والناس يطمنون بعد. الحين يوم صار من التشبيه من الإمارات ومن قطر، العالم مرتاحين، يعني ما يقول هذا كذا ولا كذا، يعني كله يعني فترة التشبيه هاي صارت الحين راحت راحت، وحين البطاقة هذه ريحت العالم، يدخل مرتاح، الأول يوم يقبع الباب تروق قلبه يدق، قال خاف يردوني سبحان الله، الحين خلاص بطاقة المخبة. نعم. يعني أروح خلاص اللجنة لجنة بس تدخل عليها تظهر زين، التشبيه أجازتها في مهرجان يعني قبل المهرجان الحالي، فلذلك خلاص يتم دخوله على طول، سواء كان في الإمارات سواء كان في قطر، واللجنة وموحدة. نعم، احنا احب من على قناة الريان احب اشكر سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان تعاونه في اللجنة المشتركة، لان هي التعاون بدا من مهرجان سويحان برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد، تعاون مع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وادارة مهرجان قطر للمزاين، وصارت عملية تنسيق تبادل كتب واراء واتفاقيات على المشبهين من دولة الامارات ومشبههم من دولة قطر، وهذه هي تمت العمليه بالطريقه هذه، ونشكر كل من تعاون بالطريقه هاي حل المشكله، اي شيء طيب، ونقول الله يطول اعمارهم. نعم الحقيقه احنا نشكرهم ايضا، سواء كان نعم. الشيخ سلطان الحين نرتاح على الشيخ ايضا حمد بن جاسم، الحقيقه مثل ما ذكر عبد الله بن محمد الكواري رئيس مهرجان قطر الاصايل، تم الاجتماع على هذا الموضوع وتمت الموافقه الحقيقه والترحيب بالفكره من سمو الشيخ سلطان بن زايد وكذلك سعادة الشيخ حمد بن جاسم، وتم تشكيل لجان وايضا كتب مثل ما ذكر ابو عبد الله، وتم توحيد لجنه التشبيه، وانا اتوقع ان هذا عامل الحقيقه رئيسي، وهذا ايضا يعتبر نجاح يضاف ايضا لمهرجان قطر الحادي عشر للاصايل، ونتمنى توحيد جميع اللجان اذا كان هذا الامر راح يخدم ملاك هذا الموروث وملاك هذه الرياضه، فيتم توحيد اللجان جميعها، لجنه الفرز، لجنه التحكيم، وفالهم التوفيق ونقول بيض الله وجيههم. والان نذهب الى اشواط الفتره الصباحيه ومع شوط الحيل والعشائر، شوط الرمز الفضي، القلعه الفضيه، ومع يودة صاحبة الإنجازات، عودتنا العام الماضي وهذه السنة أيضا تكرر هذا الإنجاز، ويودة مملوكة لسعادة أهلال بن سعيد بن أهلال الظاهري رقم 3. قال يا الحق هلق حيدي فسالي
صاحبة ناموس هذا الشوط هي حاملة رقم صاحبة ناموس هذا الشوط مع الولد ولا خالة ولا الولد صاحبة ناموس هذا الشوط مع حاملة رقم 2 ولا 3 الحق الخالة ألف مبروك يا خالة ألف مبروك لمالك يودة من فازت معنا بهذا الناموس حملة رقم 3. الفوز هذا طعمك فوز تاريخي اليودة، السنة الرابعة تاخذ المقسم هذا، يودة الملك سعادة هلال بن سعيد الظاهري، ونهدي ناموسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وحكام الإمارات والشعب الخليجي كله اللي مشجعين يودة كافة، والحمد لله اللي فازت السنة الرابعة التوالي وشرفت راعيها سعادة هلال بن سعيد الظاهري، السلالة بن صوان العشرة أمها بالظبيان، ويودة التاريخ حي الخليج. تجهيز المطية بدور كبير وكلام طويل واجتهاد اللي مجتهد طعمرك بنان والطيب وصل مقاله اجتهد وخذ طيب وبتوصل النتيجة الطيبة وبارك الله فيكم ومشكورين على الغاوي يضل الله ويهكم. إذن يودة صاحبة القلعة الفضية لشوط الحيل والعشائر أول أشواط الفترة الصباحية. الحقيقة يمكن معلومة أنا أول مرة تضاف لأن يودة ما دخلت المزاين أبداً 4 سنوات وهي تأخذ رمز الحيل 4 سنوات وهي تأخذ رمز الحيل وهذا هو هذه هي السنة الرابعة. مشاهدينا الكرام عندنا فاصل وبعد الفاصل نواصل معكم ما تبقى من حلقتنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ولازلنا معكم ومع أشواط الفترة الصباحية ومع يودة دخلت سن الحول لمدة 4 سنوات وهي تأخذ هذا الرمز وهي حقة ولا مفرودة لقية جذعة ثنية ما دشت المزاين أبدا دخلت وهي حايل وأربع سنوات وهي تأخذ هذا الرمز إبداع اليودة الحقيقة إبداع 4 سنوات وهي مواصلة حصولها على نفس الرمز ناقة صيل ناقة محبوبة الشعب الخليجي ناقة من جزة طعمك شوف ما هي من فراغ هذا هي طعمك من تحكيم لجنة ومن تحكيم طعمك خبراء ما شاء الله تبارك الرحمن يمكن بعد نشوف صورتها على الشاشة والحمد لله يودة مشرفة المزاينات الخليجية اما في قطر في الظفره في سويحان والحمد لله وهي طعمك متميز وجمال وزين كامل شوفها بعد بالزعفران اللي طعمك اللي يميزها مزيونها اللي قام فيه ما يعني بوش كلنا صايل ودخلنا يدا دخلنا لنا كسنه يمكن 300 ثنيه والحمد لله نشكر الله ثنيه ولا حايل الثنايا تحول الى لحول حول نعم ايه ومن قزات من بعد الفطامين الى وصلنا ثنايا والحمد لله دخلنا وهي الحمد لله محافظه بالزين والذلال والجمال اللي فيها تميزها اللقان تبارك الرحمن ولا بد شيء ما يدوم الشيء يدوم لا ما يدوم ابدا لكن احنا كما دخلنا ثنايا قلنا لا ثنايا بين قوى وهي الحمد لله تفوق وتميز بالزين والاصال والذلال ما شاء الله تبارك الرحمن وهاي شهاده لجنه ولجنه تحكيم وخبراء ما بشهادتنا احنا اللي يعرفونه نقول طعمهم من ابوه زين وحطونها طعمك هاي ذمه ما نمدح ناقه نقول ناقه زين هاي ذمه اللجان اللي في دول مجلس التعاون شهدوا له
بالزين والدلال والقمار. هي كانت في الركض ابو سعيد؟ كانت سبوق وضربت تبريه 3 سنين بعرق وحده. ثم شديناها وطلعتوها ودخلتوها المزرعة. طلعناها ونوخناها ولقي حتيات بقعود صغير ومات. ومن ناخت عمل كله على الضلع هذا من عزمنا ندخل في المزاينه اطعمناها قيضناها قحور ورسلناها نعم. بدخلناها المزاين وخذت موتع. ما شاء الله تبارك والحمد لله توفقت. وواصلت لمده 4 سنوات ويودة تاخذ نفس الرمز في مهرجان قطر 11. نحمد الله ونشكره ونشكر دعمك كل مشجعين يودة وكل اللي قال مزاين ونشكر طعمك سهلون الشكر ونهدي فوز يا صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد وشعب الامارات وشعب الخليج كافه ولكم يا هالقطر بيض الله وجهك اللي طعمك تنجزون الزين وتعرفون زين وتوصلون مكانه وجهك و الناموس للجميع للجميع اكيد اكيد بلا شك تشرف عني استمع معكم كل سنه 4 سنين هاي روح اشرف يشرفنا والله الله يرفع قدرك يا ابو سعيد وما قصرت ونهنيك مره ثانيه على حصول يودة على رابع رمز في سجلها وخصوصا بعد انا اتوقع ان انجاز انها من هي مفروده لغايه سن الثنايا ما اخذت ولا رمز ولكن ما دخلناها في المزاين ابدا الحمد لله الحول استطاعت تاخذ 4 رموز متتاليه والناموس الهلال لسعاده الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري نروح لثاني اشواط الفتره الصباحيه حيل وعشائر ومع الشاهينيه رقم 12 المملوكه لعيسى ابن مبارك بن راشد المنصوري تهانينا يا ابو مبارك تستاهل خير رحم والديك قدمت الشاهينيه عرض مميز في هذا الشوط صحيح نتكلم عن الشاهينيه وانجازاتها والله الشاهينيه حاصله على المركز الاول في بينونه مرتين ما شاء الله وحاصله على السياره في الظفره ما شاء الله حاصله على الرابع هنا والشاهينيه السنه العام الثانيه والسنه رباع والشاهينيه انتاج عندي انتاج نعم ما شاء الله تبارك امها عندي ومن منتجنا انا وتلاد تلاد نعم والليله دخلت معها للشرايا ما شاء الله وحصلت على المركز الاول من دون منافس يوم دخلت العالم كلهم مرشحينها من اول ما دشت نعم توقعت فوز انت والله توقعت بالفوز ان الناقه ما دخلت في الحلال ان الناقه طيبه ولا ما شاء الله ما شاء الله شوفك تقط الغتره يا ابو الناموس طيب نعم الناموس طيب تستاهل والله تستاهل خير تستاهل فوز الشاهينيه ويمكن الزعبي بعد وتركم اليوم اي والله الزعبي شوي وترنا ما عاد الاول لو يعق علينا يوم الزرقه قد صوب ضحك ما دريناه طيب وش الحل معه يا ابو مبارك والله بيض الله وجهه هو يسوي حماس ولما غدا في المزاين هذا وحتى الركض لما صار فيه حماس ما له ذوق لازم شو لازم شوي يحمسه اي بس الحين بقريك هم حد يطيح هذا اللي قام يروح يعود عيسى بن مبارك عيسى بن هادي يقول ان 5 دقائق اللي يعلن فيها الزعبي حمد بن محمد اصبحت عندي 5 ساعات هذا اكيد وانتظركم يا ابو هادي شو موترنا لا شيل ما تعقوب ما توقع شيل ما تعقوب الحبه وقاعد يعني اعصابهم عشان يحسون بلذه الفوز هاي لذه الفوز اللي طعم ما كانت عنده اعصاب ما استلذ الفوز احياهم من عقب تعب وفوز وناموس لان هذا طعمك شريك عندك ثاني واحد صحيح انت هو ظهرت بالفوز صحيح بالنتيجه الممتازه لازم يكونك اعصاب بس عادت شي اعصاب تنهري الاعصاب الفوز غادي له يوتركم يوترك يعني انت الاول عندك شحنه حق الفوز هاي نص الشحنه طيب انت متوقع انك فايز طيب ومن ترشيحات الناس اتوتر ليش طيب لا هو التوتر يصير بينهم ليش لان المقارنه اللجنه تطول على المراكز الثلاثه الاولى في المقارنه ويدرون بالمطايا وانيه الجمهور ما يدري ايش عطوه هذه الاول ولا هاي الثاني فالاعصاب مشدوده يعني تكون بينهم فهذا اللي هذا اللي يوترك اكثر لأن لو أن اللجنة تعزلها سيدي على طول تدري أن هذه الأولى تكون مرتاح بس اللجنة ما لا 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 تأنى ليش لأن أقول لك تدقق على الحلال وتشوف الحلال الطيب وكل لكن استعجال بالذات إذا كان الأمر تحكيم فالأمر ذمة وضمير صحيح فلا بد أن يكون هناك تأني لفارس صاحبة المركز الأول عشان يعطون كل حق حقه صحيح ما يظلمون حد ولا شيء إذا تستاهل يا أبو مبارك تستاهل ناموس الشاهينية وحصولها على المركز الأول في الشوط الثاني شوط الحيل والعشائر الروح لشوط الزمول وإشداد الفضي ومع الواعي المملوك لخلف بن سيف بالحايمة
الظهري، اعطونا الوعي. قال يا الحق هلق حيدي فسالي. اخر نداء العد التنازلي لمعرفة البطل سيد الزمول في هذا اليوم، بطل الزمول، خيرة الزمول في الفترة الصباحية، رأي الجمهور الأخير. إذن الحاصل على اشتاد في مهرجان قطر 11 للأصايل في هذا اليوم التاريخي لمالك البعير الفائز، نبارك لحامل الرقم 24 الواعي خلف بن سيف الحايم الظاهري، حيوهم جميعا يستاهلون التحية، ما قصرت. الفوز طول عمرك فرحة، والسلالة طول عمرك الواعي، أبوه بعير سمو الشيخ تميم، وأمه بنت شاهين، مجهزها معدلة ومرتبة ومطعومة وتجهيز الطيب. قال يا الحق هلق حيدي فسالي. إذا تهانينا والناموس لخلف بن سيف بالحايمة الظاهري بحصول الوعي رقم 24 على إشداد الفضي للفترة الصباحية لأشواط أبناء القبائل. الوعي قدم عرض مميز أبو سعيد في مسار هذا الشوط. هذا الوعي طال عمرك العام ما أخذ نفس الشوط. نفس الشوط. والسنة كررها ثاني مرة. نعم. والإنجازات ثلاث سيارات وهي الرابعة ما شاء الله. هذه صورة الواعي طال عمرك ودبي صاحب سمو الشيخ تميم، واعي تميم وأمه بتشاهين، والواعي الإنجازات طيبة وواعي طيب بعير طال عمرك اللجنة تجيزه بسهولة. لو في منافسة قوية في نظر اللجنة يزيد يعني الحمد لله. يعني أنت تقول الشوط هذا ما كان في منافسة؟ في منافسة. هذا المنافسة تشوف هذا العدالك. لحظة وسعيد انت تقول ما في منافسه؟ لا اقولك في منافسه، في منافسه بس تقيز الواعي. تقول ان اللجنه اختارته بسهوله لان الواعي في مميزات اللي هي طعمه افضل من غيره. يعني لا اللجنه العام لو هو ما افضل من غيره ما جازوه العام وجازوه السنه وحصل له اربع سيارات ما شاء الله تبارك. هذا طعمك بامتياز الواعي بالسيارات وبالفوز، هذا دليل انه في مميزات طيبه ما شاء الله. ونهني طعمك الظواهر كلهم وهالعين والامارات كافه يستاهلون. احنا نقول لكم الناموس مره ثانيه بحصول الواعي على رمز اشواط الفتره الصباحيه اشواط ابناء القبائل. اذا ثلاثه اشواط الفتره الصباحيه، نستعرض الاسماء الحاصله على المراكز الاولى في هذه الاشواط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. ابو مبارك عيسى شاف محمد بن بريك قال حي محمد بن بريك ولا حمد بن محمد الزعبي. ابو بريك الله يعطيه العافيه على طول يعني ما يوتركم يعلنا اما ذاك يقطع قلوبنا ونحن والله ما عاد بناها صمايل هناك يعني ما انتبهون انتم الحين حددوا ابو بريك ولا حمد بن محمد. والله كلهم طيبين وكلهم يستاهلون والله يستاهلون يستاهلون لكن بس الزعبي الزعبي اخوي شدد علينا وايد ولعناه والله زعما تظلمنا رقال خاف من الطيب لفنا بالكراسي اخر رقاله تظلمنا رقاله الحين واقفين وهذا شو العدو بالطيح. الله يعطيهم العافيه على حضورهم الحقيقه سواء كان حمد بن محمد الزعبي ولا اخونا ايضا محمد ابن بريك. نقول بيض الله وجيهكم على تواجدكم في مهرجان قطر 11 للأصايل. أسماء الحقيقة دائما ما يكون لها تواجدها ودورها في مثل هذه المهرجانات. إذن هذه هي أشواط الفترة الصباحية. إحنا عندنا فاصل ونأخذ أشواط الفترة المسائية. طيب نروح لأشواط الفترة المسائية أشواط الشيوخ. أول هذه الأشواط حيل وعشائر والقلعة الذهبية ومع الضفرة المملوكة العيسى بن هادي بن سليمان المنصوري. وتستاهل يا ابو هادي تستاهل الناموس. واعطونا الظفره خلونا نشوف الظفره. قال يا الحق هلق حيدي فسالي.
تتبعه الظفرة عيسى بن هادي بن سلمان المنصوري بن سليمان المنصوري. ألف مبروك. أسلعتها من صوغان والناقة تلات عندنا ويطول العمر وانجازاتها واجد الناقة. هذا إن شاء الله رصيدها 15 سيارة. شوف يطول العمر. وهذا سلمك الله الشوط الأول التحدي الذهبي تجهيزها 100% والناقة لها انجازات ولها ترشيح. احنا مجينا من الإمارات لها ترشيح وهي ترشيح لها. تهانينا والناموس لعيسى بن هادي بن سليمان المنصوري بحصول الظفرة على القلعة الذهبية في أشواط الشيوخ. عرض مميز للظفرة. توقعتوا فوزها وأنتوا داخلين أيضا في أشواط دائما ما يكون لها قوتها نديتها. الأسماء أيضا اللي تشارك فيها أيضا أسماء كبيرة. صحيح أتوقع أنا الفوز، لكن بعد أنه المشاركين ما شاء الله عليه وعنده حلال قوي والحلال ما ينهان فيه يعني. أكيد ما ينهان فيه، لكن يمكن أنت من خلال كلامك أن حمد بن محمد الزعبي وتركم بشكل كبير. 5 دقائق كان خمس ساعات. أتوقع أن هذا دليل أنك ما كنت متوقع فوزها 100%. لا أنا متوقع، لكن هو الإعلان النتيجة يعني الفرحة عشان تفرح. طيب أنا بكون فرحان إذا أنا متوقع ومتأكد بكون فرحان قبل ما يعلن. متوقع يعني بس متأكد لا، أنا ما تدري باللي مكتوب. العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن بنسبة 80-90% توقعت فوز رقم 7 اللي أمامنا على الشاشة الظفرة. صحيح. عليها ترشيح من الجمهور اليوم. عليها ترشيح من الجمهور. نعم. من أول دخولها. نعم. طيب نعم. تاريخها إنجازاتها. إنجازاتها طال عمرك هي أول اشتراك لها كانت إذاعة. كانت إذاعة أول اشتراك لها بالمزايا. بالمزايا. حلو. إذاعة. خلت رمز في هذا السن. أول سنة الأول. الأول. في الظفرة. في الظفرة. في الظفرة أول اشتراك. وثانية. ثانية جت ثاني. جت ثاني في وين؟ في. في الظفرة. الظفرة بعد. إيه نعم. هنا قطر هني ما شاركنا فيها لأن هي حسات رباعية. طيب. وشاركتوا فيها السنة هذه. هاي ثالث مشاركة لها يعني؟ ثاني مشاركة لها في قطر. ثاني مشاركة. ثانية لها بس هي أول مشاركة. لا أول مشاركة. أول مشاركة. في سن حائل. إيه نعم. خذت. القلعة. وش أبوها؟ أبوها صوغان. أمها. أمها بنت صوغان. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لكم فيها. تسلم. وتستاهلون الناموس. وانا كان ودي ان الزعبي يطول شوي ما اعلن لكم. لا يا اخي احنا نبغى يقصر المده، انت تبغى يطول المده. طيب مشاهدي الكرام اذكركم ايضا بهاشتاج برنامجكم برنامج الاصايل، هاشتاج برنامج الاصايل للتواصل معنا، طرح الاراء، التهنئه. المجال مفتوح لكم في تويتر وايضا الانستغرام. واعطونا فاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل معا إلى الشوط الثاني، حيل وعشائر، ومع دولة المملوكة لراشد بن علي بن نص المنصوري، دولة رقم 14، هي من استطاعت أن تحصل على الجائزة العينية لهذا الشوط. وتهانينا والناموس لراشد بن علي بن نص المنصوري بحصول دولة على بطاقة هذا الشوط. من يتابع الشوط هذا؟ نتابع الشوط. نعم كل وان نتابع. دولة؟ دولة الناقة ممتاز وطيبة والثاني بعد له كله نبوش هالي زينات يعني. خذ المركز الأول وخذ المركز الثاني. نعم, نعم. وريا دولة بعدين لها إنجازات من قبل اللي هي دولة. نعم معروفة مشرية 1.5 مليون دولة.
نعم مشاريع كانت عندي جذعة وفائزة كانت حق خالد بطوار كواري. كانت عندك؟ اي نعم. نعم. كانت حق خالد بطوار ملك خالد بطوار بس أنا كنت اللي أسن تحت إشرافي. نعم. خذت حصلت على السيارة في الظفرة وباعها خالد بطوار اللي راجع لي بالنص ونحب نبارك له على الفوز ونقول له ناموس دائم يا أبو علي ولها إنجازات في 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 البيرق ولها إنجازات في الأشواط الفردية كلها في سويحان وفي الظفرة وهذه الناقة ما شاء الله تبارك الرحمن إذن هذه وهذا هو اسم خالد بطوار اللي على فخذها اللي على فخذها نعم نعم إذن تهانينا والناموس الحقيقة راشد بن علي بن نص المنصوري بحصول دولة على هذا الشوط دولة هي صاحبة الشوط الثاني الفترة المسائية ننتقل إلى أشواط الزمول والفترة المسائية أو إشداد الذهبي كان مع مياس رقم 30 المملوك لمحمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي هو من استطاع أن يحصل على هذا الرمز الغالي إشداد الذهبي عطونا مياس قال يا الحق هلق حيدي فسالي صاحب ناموس هذا الشوط ايش رايك صاحب ناموس هذا الشوط هو 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 ولا مياس نماس ولا مياس ولا مياس صاحب ناموس هذا الشوط هو حامل رقم 30 تهانينا والناموس الف مبروك الف مبروك لمالكي مياس من فاز معنا بالمركز الاول اسم البعير مياس وحصل على اشداد الذهبي بشوط الشيوخ اليوم ملك محمد بن زعل النعيمي ولاب سراب ولاب مياس الشيبه ولم بن شاهين الكليلي والبعير له انجازات قبل كذا حاصل على المراكز اولى مراكز متقدمه وحاصل على المركز الاول مرتين وحاصل على مراكز متقدمه في ميدان السويحان واليوم كرر فوزه وله بغريبه عليه حصل على اشداد الذهبي وحصل على البيك اب الكلوزر ومياس معودنا على النواميس قبل يوم اهدي الناموس هذا للنعيم جميعا ربعنا واخواننا وكل من شجع مياس وحضر حفل مياس اليوم قال يا الحق هلق حيدي فسالي إذن الأب مياس الشيبة والأم بنت شاهين الكليلي واستطاع مياس يأخذ هذا الرمز الغالي إشداد الذهبي في أشواط الفترة المسائية أشواط الشيوخ تهانينا والناموس لمحمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي عندك خلفية عن البعير يا أبو عبد الله والله البعير له إنجازات يعني ما له إنجازات هنا وفي سويحان ومكرر الفوز دوم يعني ونحب نبارك حق محمد بن زعل ونقول له ناموس دايم إن شاء الله يستاهلون 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 إن شاء الله يستاهلون إنجاز نعم. مياس الحقيقة يمكن الجميع والأخوان الموجودين في الاستديو أيضا أشادوا الحقيقة نعم بمياس وبجمال مياس ونقول الناموس مرة أخرى لمحمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي وأيضا الناموس لأخونا راشد بن دغام نقول لكم تستاهلون تستاهلون إذن ثلاث أشواط الفترة المسائية أشواط الشيوخ نأخذ قائمة بأسماء الهجن الحاصلة على المراكز الأولى في هذه الأشواط تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ يمكن حقيقة أيضا احنا نذكر اللجان 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 ولكن السنة هذه العام كانت ثلاث لجان لجنة التشبيه لجنة الفرز لجنة التحكيم السنة هذه لجنة التشبيه وحدت ولجنة التحكيم هي لجنة الفرز يعني أصبحت لجنة واحدة للفرز
وللتحكيم وإشادة الحقيقة من الأخوان الموجودين بهذا العمل. صار الأمر أسرع والإنجاز أيضا صار أسرع، وصارت لجنة التحكيم هي من تفرز العشر وهي من تحكم أيضا على العشر. توقع هذا عامل إيجابي في تسنين بعض لجنة التسنين ولجنة التشبيه. لجنة التسنين مكونة من 3 أشخاص بالإضافة إلى لجنة التشبيه مكونة من 2 بالإضافة للأطباء معهم، تقريبا ما يقارب 4 4 لجان، يعني تقريبا 4 لجان، اللي هي لجان التحكيم، لجان التشبيه، لجان التسنين، لجان العبث. العبث اي نعم، هذه بالنسبة للجان العبث هذه أمرها يعني وضعها غير، اللي هي تأكد أن المطية سالمة من ولها دور، لها دور يعني ولها أكيد لها دور أساسي، لأنها لها دور، لأي مطية فيها عبث تستبعد، يعني مثل لجنة التحكيم، لجنة التشبيه، يعني أي مطية فيها تشبيه تستبعد، أي لجنة يعني لجنة العبث بعد نفس الطريقة. إيه لكن إحنا نتكلم عن اللجان الأساسية اللي الأساسية هي التحكيم والتشبيه. التحكيم والتشبيه العام كان فيه لجنة فرز خاصة نعم بالفرز. لا السنة عقب نظام البطاقات سهلت العملية، قدرت سهلة الحين، قدرت سهلة، صارت أسهل، أسهل وأسرع، نعم. بارك، ويعني نحن نشوفها أنها أفضل نعم، لأن تستمر بالطريقة، لأن سبحان الله العام يدخل الحلال يفرزون منه، عقب يجي لجنة التشبيه تدخل عليه مرة ثانية وتشبه ويطلعون منه، سنون بعد شو الأسماء نعم. اللي يطلعون، الحمد لله الأمور طيبة، قدرت الأمور كلها سهلات، الحمد لله رب العالمين. نعم. الحين الامور غدت سهله الحمد لله. وشو بسيط اول فيه لقان التسنين الحجوان الصغار مثلا نعم. اذا اثنيه هاي الحين سننون عند البطاقه، صرفت في بطاقه السنه الحين اعطاك لقان التسنين الحين عند البطاقه يسننون الحين خلاص يوم يعطونك احرف سنه رصصوا لكم في نفس الوقت هنا رصصوا لكم مطيه ويعلمونكم سنه اوضح لك اكثر المفروض الحق من الحق وفوق البطاقه السنه الحين في سن الحقائق الزمان جاء اللي بعدها تروح لقيه وعقب إجذاع وعقب ثنية لو قدر الله يا حسة المطية يعني من سن في سن إجذاعه بتروح ثنية وربعية تطالعات ولا شيء السن هذا ثبتها وهذا هو العمل يحميها لك لأن من مطية من الطعام ولا شيء ممكن تقلع هذا البوش يبدل سن بسن الحقيقة يعني رسالة شكر الحقيقة للسيد عبد الله بن محمد الكواري رئيس مهرجان قطر 11 للأصايل وجميع القائمين على هذا المهرجان من لجان ومن منظمين ومن منسقين على الاهتمام الحقيقة في مثل هذه الأنظمة. وأنا أتوقع العام القادم راح يكون المهرجان بشكل أيضا أفضل وبتميز أيضا أفضل، وخصوصا بتوحيد اللجان وتسهيل الحقيقة على المشاركين. الجميع الحقيقة يشيد بما يرى في مهرجان قطر 11 للأصايل، فشكرا للجميع من لجان أيضا من ضيوفنا الكرام وحضورهم، فلولا حضور ضيوفنا الكرام ومشاركتهم والمشاركين أيضا ما نجح هذا المهرجان، ولكن بتضافر الجهود كافة من مشاركين ومن لجان بدأ هذا المهرجان يأخذ صورة تليق باسمه الحقيقة، فشكرا للجميع. بكرة راح نكون على موعد مع 4 أشواط، مع شوط أشواط المداني والمعاشير. أعطونا الجدول. إذن أشواط الغد شوطين فترة صباحية لأبناء القبائل مع عشير ومداني ومع القلعة الفضية. أشواط الشيوخ مع المعشير والمداني وأيضا مع القلعة الذهبية. إذن شوطين الفترة الصباحية وكذلك شوطين الفترة المسائية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه الأشواط. بكرة أشواط أيضا لها دورها يا أبو عبد الله. صحيح، بكرة في أشواط المداني والمعشير بتكون فيها منافسة بس أقل حدة من أشواط الحول اليوم. أقل حدة؟ نعم أقل حدة. إيه نعم، لأن أشواط الحول معروفة بقوتها وأعدادها، لأن بكرة المعاشير والمداني بتكون أعدادها معقولة لكن مش بكثرة الحول. إيش معنى أبو عبد الله؟ لأن أغلبها بتروح للجمول في تروح؟ الجمل. الجمل نعم. نعم عندك 10 تقريبا 10 مراكز في الجمل في الشرايا و10 في التلات. يعني هو توقع اكثر، انا قلت لك 17 جمل في التلات صحيح، واتوقع يمكن 12 جمل في الشرايا. الشرايا عندك الشعب 30 الشيوخ 40 الجمل متساوي في التلات متساويه 15 15 و15
فاقول لك يعني اغلب الحلال بيكون ممسوك حق الجمول الجمل. اي اما بالنسبه للحول اغلبهم يمتلكون حول اكثر. يعني هذا دليل ان ابو عبد الله ما عنده مشاركه بكره. لا عندي مشاركه. عندك مشاركه؟ عندي مشاركه. عبد الله مشارك في الجمل. وعبد الله مشارك في الجمل. لا انا البل الكبار فوق الستين. الشاشه مغي دائما الشاشه. البل الكبار فوق الستين ما شاء الله 60 من البل الكبار. الله يزيدك. مشاركتك بكره في وين؟ في الميدان والمعاشير. الاشواط كلها شوطين الفترة الصباحية والمسائية. يعني بتشارك في الفترة الصباحية وكذا مسائية. إيه صح لأن نعم الفترة الصباحية شوطين والفترة المسائية شوطين. أبو عبد الله أيضا بيشارك بكرة. نقول فالة التوفيق بإذن الله. يمكن أيضا وصلنا إلى خط النهاية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. لا يسعني في الختام إلا أن أشكر أخوي عبد الله مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري بيض الله وجهك أبو عبد الله وما قصرت أيضا أخونا عيسى بن هادي بن سالم المنصوري بيض الله وجهك أبو هادي والناموس مرة أخرى تستاهل طال عمرك. وأيضا أشكر أخوي سالم بن سعيد العويسي بيض الله وجهك أبو سعيد وباركم التوفيق دائما والناموس الله يحفظك الله يحفظك وهذا واجبنا الله يطول عمرك وانتم اهل مكان يا ابو الله سعيد. الله يعزك وبارك. وكذلك اشكر اخوي عيسى بن مبارك بن بالكويت المنصوري يقول بيض الله وجهك مبارك وما قصرت وفالك التوفيق والله يبارك في ايامك. وحنا ايضا سعداء بتواجدكم معنا الحين شفناكم من قريب الاول الا وقت الريس هذا نشوفكم نتابعكم على الريس جا رب يطول عمرك الحين شفناكم يا مرحبا بك مبارك تشرف الله يطول عمرك الله يرفع قدرك. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى خط النهايه مثل ما ذكرنا وتقبلوا مني ومن فريق العمل اجمل التحايا والى ان نلتقي معكم بكره نترككم برعايه الله وايضا نترككم مع هذه القصيدة. يا هل الهجن المزاين في وطنها شاركوا بالزين في مزايا اللصايل كل حمرا ما تصد العين منها كنها حايل لو ان ما هي بحايل وجهها ضافي ولا يقدر ثمنها كون من يملك مع المال الصمايل والمعذر والأذان الشرف كنها في فرس شيخ تذاكرها القبايل فارع عذنونها يخفي رسنها والمعنق عنق ظبي في القلايل وكن راس الرمح في المنحر طعنها ومارق النسنوسها والطول هايل من ملكها جايزة الأول ضمنها عند توزيع الجوايز للوايل ومن تحداها ما ياخذ من رهنها كون مدة سايل في كف سايل وكل صيلة لا نشت الناس عنها قيل يلحق هالقحيدي في السلايل هجن من عز البلاد وسادة منها تخدمه في الحرب ورسالة الرسايل واهتمامه للأصايل فمعدنها من محبتها ومن رد الجمايل. Shut up!